تحت رعاية سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء انطلق ملتقى البحرين للتميز في نسخته الرابعة، وذلك بتنظيم من أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الذكاء الاصطناعي في البحرين. وبدأ الملتقى بجلسة افتتاحية ألقى فيها الأمين العام للملتقى الدكتور فهد إبراهيم الشهابي كلمة أشار فيها إلى أن الذكاء الاصطناعي أداة مهمة لتحقيق التميز على كافة الأصعدة. وشكر أمين عام الملتقى سعادة الوزير المطوع على رعايته الكريمة لأعمال هذا الملتقى لأربعة أعوام متتالية. وفي كلمة لراعي الملتقى سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء قال إن عنوان الملتقى يعبر عن تطلعات الشعوب والأمم التي تريد العيش في المستقبل، وأن استشراف المستقبل هو ما يضمن استمرارية الأمم والمجتمعات والدول، والذكاء الاصطناعي عامل مساعد في استشراف المستقبل. تلا ذلك انعقاد أولى جلسات الملتقى والتي خصصت لمناقشة محور الذكاء الاصطناعي ودعم القرار، فيما جاءت الجلسة الحوارية الثانية والتي أدارها الدكتور أحمد عبد الله ناصر لمناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات، والتي أوصى فيها الأستاذ الدكتور نبيل محمود لحويحي بتشكيل لجنة من وزارة التربية والتعليم مختصة في الذكاء الاصطناعي لوضع أولويات وخطط لتطبيق الذكاء الاصطناعي في التعليم. أما في الجلسة الثالثة والتي كانت بعنوان أفضل الممارسات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي أدارها الدكتور علي الصوفي، فقد طرح الأستاذ أحمد صالح البلوشي المدير العام فنتك لخدمات واستشارات تقنية المعلومات أولى أوراق العمل، وكانت بعنوان تعزيز الخدمات المالية بالتحول إلى الذكاء الاصطناعي. الجدير بالذكر أن أعمال الملتقى ستستمر حتى يوم غد الخميس، وستتضمن اليوم الثاني ورش عمل تدريبية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.